يا مرحبا يا ابو خالد، وانا سعيد الليله انك زرتني في محلي، وانت من الرجال اللي تشريفهم لي يزيدني فرح. والحقيقه اني ما اعرف اوصف الزياره، لانها زياره رجل غالي وعزيز، وثانيا يبحث عن شيء موروث ويحافظ عليه، وهو فن الجلطه. من مواليد قبل 80 أم الدوم حسب البطاقة، وهذه أم الدوم عاصمة القبيلة، فكنا بادية، وأم الدوم كانت هي ديرة القبيلة، والحمد لله لا تزال. والآن أم الدوم محافظة. أنا من صار عمري حول 15 ذهبت إلى الكويت ودرست في الكويت فترة، حتى ونروح ونرجع ونروح ونجي، حتى أخذت شهادة ثانية متوسط وتوظفت في الكويت في 96، يعني 76. أنا من أسرة شعر، وأنا صغير يشوفوني بعضهم يقول هذا في عقل الشيء، اغني وقلد الاصوات وتلقى دائما اغني، واذا سمعت صوت شاعر الشعراء كالحين ما في تسجيلات لهم، لكني نادرا. والاسطوانات كالحين خلف وحجاب كلها، واغني وفيه من المواقف المضحكه. اذكر اني كان في واحد اسمه فوزان عنده ونيت فورت احمر، وانا ابغى سياره، وكان عندنا حفل عند ربعنا قال لهم الصعاقه من الذيبه في حضورهم، على سبيل المثال مخلد الذيابي وغازي بن حميد وهليل بن ضويان، كان يتقصد هو ابوي وعمي وحان بن حجير وحد وغلط. المهم تعرف الورع عنده نظره، وهذا وانا اطمر على هكا، الحين ما في كهرب، يجيبون 4 براميل الله يكرمكم ويكرمكم يكرم السامعين والمشاهدين، ويحطون تريك هنا تريك هنا تريك هنا تريك هنا، وبرضه داخل الموقع نار. واطمر على واحد من التريك، قلت يا ابويا والله ليت اشري لي ونيت أحمر مثل فرت مع فوزانية، والله حذفني بالعصا واروح وارجع بعد شوي على البرميل الثاني. قلت والله لا سافر وعلق بالكويت والقى وظيفة مع سليمانية، ولا قلت غربوي وانا اطمر ولا اتريك على ما ادخل على مخلد. خيلك يا ابو مطلق يمسكني، قال هي هي والله ما تعارضه، وانك ان شاء الله تشري له ونيت، وهو هذا والله ان شاء الله ان خليفتكم يا ذوي جاهل طمحي وطمع ومروي كلهم شعار ذوي عماني يقرضون الشعر، اللي ما هو شاعر يقرض الشعر، ويفتكني غازي ومخلد. كان الشعار الديبه واجد، لكن المتواجدين في الحين طمحي وطمع ومخلد والحميدي، يجي الحميدي ابن ثيب، فهذا اللي كانوا في الديره متواجدين. والله اني هذا اللي اذكرهم، وعبد الله بن سنان العمى هذا ترى كان يلعب والصغير، وانا اتحوط ويلعب ما شاء الله عليه، ومن ضمن الشعراء، و اني ناسي حتى اللي ناسيهم، لكن هذول شعراء القبيله اللي موجودين. اي يقولون شعراء ذوي زراق، ويجينا مشعل جداعي، ويجينا كذلك فيصل السواجي. هذا اللي لعبت معهم انا بعد اني لعبت في العشرينات. اول محاوره كان عرس لسعد بن مجهز الذيابي الرجال المعروف في الكويت، وانا ما ادري قد اني باشرت الوظيفه ولا لا، لكن الملعبه فيها شليوي حورشيد ومفرح فلاح الحنان ومبارك بن سحمان، وقالوا الجماعه عاد يعرفون الوالد، قالوا ابدع. رحبت، انا احسب اللي رد علي مبارك، قبل فترة اتصل بي فلاح الحنان على ضوء مقابلة، وقال لي رد عليك هاك الليل أنا.
فلاح. فكان حميد في الكويت برضه موجود، وحميد شاعر، ويدفني يقول العب يا خالي وانا ولا يهمك. وقلت مفرح، قال خلاني العب مع مفرح ومع شلويح تشجيع. وواصلت لكني لما يسجلوني في الديوانية ما عاد تلمدوا اسمي، لكن العب في الحفلات. حضرت ملعب واجد، لكن لي انا لا، لكن حضرت المطلق ومستور ومعاهم احيانا في الكويت، وانا دوبي اتابع محاوراتهم واتابع محاضر. ولكن شريح ما لعبت معه الا مره واحده، مفرح لعبت معه واذكر ابياته كان غير صالحه للنشر. مفرح الله يرحمه شاعر، وانا تهجمت على اقول تحسب ان العود الشعر دق العود ولا السمسميه، واخذنا رد عليه رد قوي والله يرحمهم. ثم انتقلت هنا عام 499 400، الحين لعبت معه في الكويت، وكان معنا محمد الشيباني، كنا في المعسكر اكثر حفلاتنا. فلاح الحنان لعبت معه كثير، وفي الكويت والسعوديه كان محمد الشيباني شاعر وحميد، وكان ملاعب تعرف الاحتكاكات. لكن وش عمر آدمي اكثر من 40 سنه. بالنسبه للحفلات اللي نحضرها خارج الديوانيه، هم الديوانيه كان فيها قام فيها محاورات، ولعبت فيها وانا وعي يعتمدوني، قالوا اصبر معتمدين شعار. ويوم اني لعبت في الاخير قالوا لي عبد المحسن الرفاعي هو اللي يعطيك الموافقه. ولد كان فيها نايف العماوي، وكان فيها عاد شليويح طبعا رجال مفرح، وشليويح وحميد والفلاح الحنان كانوا، لكن ما اخذت انا البطاقه حقت الديوانيه. قالوا لي اصبر ومارس اكثر، وانا عندي شعر وصوت، لكن تعرف العرب يبغون انهم تثبت نفسك. لكن الكويت بلد تراث، وبلد تشجيع، وبلد قبائل، ورجال الحقيقه يوم اذكر الكويت يعني اعجز التعبير عن اهل الكويت. ناس كلهم طال عمرك فيهم ميزه موحده، اي واحد يجي يرحبك ويقلطك وينشد رفيقك اللي انت تبغاه، هذا اللي يجد في الكويت. فمنطقتهم ما هي كبيره، فالعرب يعرفون بعضهم. هم من ناحيه الشعر فهم يجدون النظم بشيء غير عادي، والمحاورة لهم جماهير وعندهم شعار، وحتى قريب حضرنا في الكويت. رجعت نهاية 99 400، جيت حج ومسكني الوالد وعيا يسمح لي وجابني هنا، جيت هنا إياه ومسكوني عيال عم لي سعد وسعود، بالذات سعد الذيابي راوي الحجاز، وهو اللي الله يذكره بالخير شاعر وراوي، هو اللي رماني في حلقة الجبرتي صياف، وأخذني معه للمحاورات وشجعني، وهو عيال بقيت عيال عمي. جيت هنا حج وقال الوالد ما ترجع، وقال بنوظفك هنا، وتوظفت هنا إياه. اللهم إني رجعت الكويت معي سيارة، سلمت أنا وجيت أنا مع مستور العصيمي رحمة الله عليه، وباشرت هنا واستوطنت. وأول حفلة أقابل الجبرتي، فقال في حفلة سعد كان يلعب محاورة، قال في حفلة فيها الجبرتي وشعر غيره، أنا أغني شعر واجد وصوت. فتقابلت معه، لكن عاد من ضمن البيوت بيوت الجبرتي، تعرف الجبرتي الله يرحمه يفحص الشاعر وأكثر شعره بالذات مع الشاعر الشاب بحدود معينة. الملعبة والله عنده اعتقد عند ربعنا بس ما ادري من هي عنده منهم. في مكه. لكن من ضمن البيوت يقول خويك لا يوا زيني سوى تلحق شي المفروض، ودق العود من يمي ورد العود من لي. من ضمن البيوت قلت له ردنا على البيت، ألا لا تقريبه تا
تراه سيف للعدا مجرود، وعودك فينا حركوا ذمتي منكم براوية. قال خويك يا سعد يريد ياكل والعباد رقود، يا بل التمريت فالصيف حمرية وصفرية. وردين عاد تواصلت مع جبرتي، عاد جينا في حفلة ثانية عند عمدة، وقال وش رأيك في اللي لعب معك الولد اللي لعب معك البارح؟ قال العيل اللي لعب معك البارح يا سعد؟ قال نعم. سعد كان يلاعبه سليمان. قال هذا شاعركم، أنتم شعار ما أقول فيكم شيء، لكن هذا شاعركم. قالوا هذا هاك الرجال، وترى أنا موجود زهمني. قال أنت عندك شعر وعندك كثر، لكن لا تستعجل فرد. قلت لاستعجل ليش؟ قال ساجل الشعراء لين تعرف معانيهم. قلت وقف وقف، المعنى اللي تقوله هذا اللي عندكم تجيبونه احنا ما نعرفه وش هو. قال اذا مارست مع الشعراء تاخذ وتعطي، بعض المرات تعرف وش يقول معناه، وبعض المرات ترد عليه من بيته. قلت كيف من بيته؟ قال ان جاك البيت من وجهين، فحنا بالنسبة لنا تعدينا المراحل، نجيبها الحين جيدة ولا ثانية مقبولة منا، لكن أنت تحت النظر. إن جاك البيت من وجهين خذ الوجه الزين، وإن كان جاك البيت فيه ولا فيه خذه من جيبه هذا ورد في جيبه هذا. قلت مثل إيش؟ قال مثل يقول فيه كذا كذا، تقول لا هذا ما هو هذا فيك أنت. ومحاوراتي معه واجد، لكن أكثرها ما من الحزام وحول. يقول تفضل يا العتيبي، هذا الحنة، تفضل يا العتيبي وشرب الدلة مع البرد، وانا اللي حايف القهوة من اولها لتاليها، انا شايب كبير السن ولا انت الصغير واد، وفيها علوم بينها وفيها علوم خفيها. قلت تفضل يا الجبرتي وحسب المصدر والميراد، وقهوتكم ما بها جعلها من حظ راعيها، انا خبرك شايب ماري سيفي لك على المرصد، اذا علتك يا صاحبي سيفي يداويها. حواراتي مع جبرتي كثيره، ولكن هذه والله ان فيها شويه بخشيش شوي. حنا جينا في حفل، جاني سعود بن عجاني قال ابن حميد يبغاك في حفل. حضرنا في حفل ولا معنا صياف ومعنا الجبرتي ومعنا علي الهجلة واني ورنا، ولا درينا الا مطلق كان في برا في السودان، ولا درينا الا يفرز الصفوف. لعب مطلق لعب نايف العماوي القفة الاول، القفة الثاني لعب مطلق وصياف، حطوني في نحر الشايب. لكن شوف بعض الملاعب تراها توديك السم، الجمهور كبير. بدع الجبرتي رحمة الله عليه ومع حظ الجبرتي، حتى الشيبان صفقوا له بيته مهما كان. والله طال عمرك البيت الأول للجبرتي والثاني ماني بحافظه، وحتى بيت الترحيب ماني بحافظ، لكن من ضمنها الله يعفي عنا يا شيخ. قلت أبسألك وش الراية في واحد محروم، يا با من حلاوة ذوب والعود ياكلها. أنا قصدي المكافأة، والجبرتي كلمة ياكلها ترجمها على خطان. قال بلا شدة ولا الورع غير البصل والثوم،
ليا فرملة في السوق وهو مقابلها، ليا صمصمت من عندكم قلت لك صمصوم، على الراس طاقية ورجلك مشنقلها. الله يسامح الجبرتي ويرحمه، واللي يعني لازم ارد عليه. قلت اكلت البصل والثوم يا الشايب المجحوم، ولا يا خساره كلمتي من يحللها، لقيتك تجارك اللي تاجر يجي ويسوم، حليل ام هند الكل واحد يا هندلها. يوم قلت للجماهير تصيح وهو يقوم يربع بين الصفوف، هو يوم قام يربع مطلق يحط عصاه في هذا وضبطه ويقوم في الصف، يعني اني متشجعت. قال على يا شباب نصفكم في البلد ملزوم، بعد جاء حبلها على راس نابلها، واشوفك تجزع والبلا ضربة البرشوم، وطاقتك مفتوحة تابع من يقفلها. رحمة الله عليه الله يسامحه. قلت ألا يا سليم سلاحكم من سلاح الروم، من اللي واللعب القبس في فتايلها، وهي طائرة فوق حارة سليم تحوم، على حارة السلمان تقذف قنابلها. قال ألا يا ولد سمعت بعلوم سد علوم، يقولون تاخذ لي ثيابك بسافلها. والمحاورة طويلة الله يرحم الجبرتي. أنا بحده هو يحط يهاجم على الشاعر نفسه. شوف الجيل الأول مهما كان عمالقة ومعلمين وله كلهم ينزلون، الجبرتي فكاهته على الشاعر، فكاهي على الشاعر نفسه، يحط فيه الأمور واجد لين الشاعر ما يثبت وجوده ولا ما عاد يلعب. أما بالنسبة للشعر الآخرين يا والله أبدعوا ولا عليهم ملاحظات، والملاحظات تجي في الشعر قديما وحاضر، والشعر مر بمراحل، مر تقريبا احنا الحين في الجيل الرابع، والمراحل الأولى خلف، ثم جيل خلف اللي خرف طرق الأبواب كلها، طرق المحاورة وجاد، طرق النظم وجاد، طرق الفن وجاد، ولكن تركها بعد النصارى مع المعازيب. جاء مع جيله الجيل اللي هو لحق عليه، هناك جيل قديمين مثل عبادل المالكي حسب ما روينا عنهم، مثل القبل مطلق، فهلال السيالي لحقوهم، ومحمد بن تويم وثواب بن طنف، هذولا برضه جيل، وتقالوا لي عن أسامي واجد قبلهم، عندك أنا أبوي وعمي من جيلهم. جاء جيل مطلق وجيل خلف مستور وعبد الله المسعودي وزي ما قلت لك جبرتي الحق الأجيال كلها، وعوض الله أبو مشعاب وشعر لا تحضرني اسمهم، لكن هذول عمالقة كلهم، ورشيد الزلامي، هذول رفعوا شعر المحاورة إلى القمة، وصاروا يتحدثون الشعراء بساليبهم. فجاء بعدهم جيل
اللي هو من الأجيال من اللي رحلوا، والله لو أذكروا عد غلط واجد، رحمة الله على اللي راحوا منهم مثل فيصل الرياحي. عندك هناك برضه في الجرشان ما ينسي، تراه من الجيل القديم شاعر، وأنا هناك برضه قدام أحمد الناصر وناصر بن سرحان، هذا ترى لعبتنا معهم. ناصر لا قابلته في مفرق الشعراء اللي دون الدوادم مرة واحدة، وحمد هادي مرة واحدة، بن سرحان حتى جبناك الحين طالعين القافل اللي يقول أقول من شافي بن سرحان أنا من عين العاد، من شافي بن سرحان لازم يجينا به على ما يقولون، لازم يجينا به قال لا تقريب الشيهان تراه موجود، لا تقريب الشيهان يا فرسك مخلابه على ما يقولون، يا فرسك مخلابه. بعدين ردت على اقول مكسر الجنحان واخذنا قاف على مستوى. بالنسبه للملاعب هذه اللي في الرياض انا كنت دوره في الرياض وشغلنا الحفلات هناك وصار جمهور غير طبيعي. لعبت انا وخليف رحمه الله عليه وزيد يوم يقول ابن طمحي من عباته آلي غش نفسه ما دار ما حد سوى سواته، وفي هاك الأيام والسنين الدور بمثل دورة المحالي، قلت ابن طمحي ثابت وال عرب شافه وثباته، مرسي الله لا طالب مثل ما ترسل جبالي، زيد سوى مثل من هو يدل بشاته، لين راحت عند ذيبال خلاف جو خالي. زيد عانى غايب ونعم ابو ممدوح شاعر لجع عند القبائل احيا حفلاتهم وجزر، وبعض الناس نظريته يبغى الشاعر اللي ينزل القبائل ويحط هذا ما هو بشعر، انا انتقد الشاعر اللي يسب القبائل. في حنا مرينا مراحل بعض المرات لكن باسلوب، اقول انتم مثل انا اذكر مره مع تركي يقول حنا مطير اللي مثل صم الجبال الراسيات، قلت حنا انتم ونعم انتم مثل سم الجبال وحنا مثل البحور المغرقات ونعم. طال ما دام انك حطيت نفسك مدحت الناس ومر هنا الولد هذا يا شيخ سم المنايا البقوم مرهب، قلت سلام سلام، وفيها تمريره سلام يا الديرة اللي في من الخط السريع، نبى الرياض مرها نبى المصيف مرها. أنا واحد نسبها ولا مسجل سن يقول نبى الحجاز مرها، الحجاز صحيح لكن قلت نبى الحجاز فيها علي غلط. سلام يا أهل الديرة اللي في من الخط السريع، نبى الرياض مرها نبى المصيف مرها، سكانها قوم تشب النار وتضد الشجيع، أم عتيبة فوقها ما السحب لله دراها. ما قصرت في حق جيراننا ولا حق هل الشعر ونخو، قال يا مرحبا
ولا لي من لهم رسول الله الشفيع، ولا لي سار سار نعرف خيرها من شرها، اللي اتعز وضاوي ابن منيس واخوها الجويع، اعتبها الهيلة لي الدرب الصحيح انفرها. شعر حفظ كل الاحترام وكل مدح ربعه. حنا اول مكتب عرفناه، اول مكتب عام 409 صرنا في الطائف حفلاتنا متواصلة. واذكر ان في حفد الحفلات فسدارة او في عنده زياد طلعنا حياة مستورة القصير يتصل بنا، كان عند في محطة اسمها محطة صامل، يوم جينا اللي حاطين فيها مكتب تصوير اولي، لان جاء المعصراني يوم المعصراني تصوير، ف حاطين اسم الشعار وصور لهم. فهرجنا وحنا رايحين، لان ركبنا في سياره واحده انا وصياف ومستور ومستور وجار الله في جيب جار الله وجلسنا وجانا فيصل وعشاق السيف كان معي جاينا هنا يوره. قلنا يا ابو محمد انت رجال محافظ على التراث وعندك صفوف، كان المغتر قد جات المغتر قبلنا قبل الوقت هذا قد جات عده حفلات، طور الوضع فهرجنا في الكلام هذا فصارت الفكره عنده فطورها، كان عنده جمال واحد اسمه جمال، ثم طورها جمال المشرفي، ثم طورها رجعت وحطها المكتب، ثم توزعت المكاتب جاء بعدها من بعدها مكاتب اذكر الركن في الرياض. انا ما لعبت في المغتر الا في حقه الطائف. المغتر اللي قايمين عليها ما دعوني، والمغتر حدث هاك الايام حدث كبير، اول شيء انها حفلاتها منظمه، ثانيا صفوفها ساعد الشاعر على البيت قبل يكمله، ثالث انها طال عمرك راعيها من فيصل ابن خالد بن عبد العزيز. ولكن حد مره تكلمت مع مطلق، قابلت مطلق قال والله يا فلان متوليها المجيولي، والمجيولي ياخذ الراي من جهه الامير، ولكننا احنا توقفت. و توقفت كم مطلق حي قبل 409 ترى توقفت، من ضمنها محاورة بيني وبين مطلق على هذا النهج، أقول أنا السلام سلام سلامي وابدا بها الطروق، عالمني يعرف الشعر والنقد والجبا، سار الليل يا برقا وانا وحيد مروق، وحنا عيتي بسلة السيف وانصاب. قال مطلق عدد الخيال اللي بمزن رعد وبروق، هلا عندي شيخ بالكرم فاتح بابه، على الأرض تمشي والمصايب تجي من فوق، وترضى بعلم ما بغيناك ترضى به. قلت يقولون يا مطلق تسكر ذاك السوق،
حسبي على الحساد لا يغلي قلبه. يقولون يا مطلق تسكر ذاك السوق، يقول الصياط في بيتي من أسبابه. ومصايبك يا قهال الذي يخلق المخلوق، وإن كان تحسب فيه إلى العلم حسابا. قوانا اللي شربت النيل ومجالس فاروق، وفاروق رمزي علق الرجل بشنابه. يقول حيت جمع ويبو شريب محلوق، على باب شيخ القوم إلى البنت خطابا. ولا يقول النيل قلت أخاف في بيتي ما يباناني ذوق ذوق، لي جيتي وارد يعترضني بمشعبه. إلك حقي يا مطلق وإلى الطيبين حقوق، وإلى ضايع حق وإلى الحق طلبا. صارت محاورات على النهج هذا. عادة المغترفة الجنوب تزاحموا عندها، ومرة من المرات كلمني وأنا في حفلة أنا ويا عبد الله وراء عفيف جدا وصلنا، قال الليلة نباكم تحضرون، حنا دعينا فلان وفلان شعراء جدد من ضمنهم أعتقد سفر وبن عتقان عبد الله المجيبلي. قلت له اذكر انهم كلمني الاول قال معك ابو عباس او عباس، قلت قال يا عبد الله انا موضعي بعيد الحين والله ما يمداني. المغترة كانت من اول كل نتمنى ان نشارك فيها، وهي رغم في حفلات وهي ترى ما هي مقياس كشاعر شعريه الشاعر، لكن انا رجال لا عندي واسطه ولا برضه لابيات من ضمن قصيده اقول الرجل اللي بين الريجي المجلاس عيب عليه اللي نزل من محله، ولا خير في رزق ورا الخاية الراس فقر الجيوب ولا معيشة مذلة. ابن سعود كل نتمنى انه يحضر عند ابن سعود امير ولد ملك ومدته حفلات مميزة، ولكن اللي دون يختارون شعراء، وحنا بالنسبة لنا يا شعراء تيبة كبير شعارنا واجد، ويختارون في من يختارون، ولكن برضه الرجال اللي يشوفونه ما يتصل بهم ولا يواصل ما أظن ما أشوفهم ما يطلبون. وإن طلبني ابن سعود اسمي معروف في السوق وعارفين الشعراء، إن طلبني ابن سعود ولا اللي يوصلها المعلومة، يمكن ابن سعود برضه عنده أسامي معينة دائما يتابعها ويدري عنها، لكن الرجل فيصل بن خالد يختلف عن غيره، رجل كله شعر ثقافة محاورة ويعرفها ويميز الجزل من اللي قل. هم طلبني، لكن اللي قايمين عليها اللي قايمين عليها هذا عمل في ذمتهم، شاعر رمز يحيي الحفلات عند جميع القبائل وفي الخليج، يعني تهدم حظك تحط شاعر شعراء يعني بعضهم ونعم، انا ما اقول في زمان انا غير ونعم، لكن الشاعر اللي مقامه الواجب ان اللجان اللي تقوم على التنظيمات المهرجانات او اللي يصون عند الامراء المهرجانات الكبيره انهم يعطون كل ذي حق حق.
قال في الرياض هذا الموجود كلموني قبل فترة قالوا أنت مدعي، ولكن عندنا سرة وما ندري متى يلحق السرة، وأنا من النوعية اللي لا حرج الناس، هذه طال عمرك وش لا تزود في شعريتك، ولكن لك حق أنك تكون مع الزملاك. أعطني موية حارة يا بسام، الزملاك الشاعر مفروض أنه طال عمرك بالذات للتاريخ، كل شعر الساحة هالموجودين أكثرهم بدأت الشباب يعرفون مواقفي معهم. أنا ما أقول إنهم هم شعراء إني أنا اللي طلعتهم، لا، أنا ساهمت في وجود شعراء أساميهم رنانة هالحين. شوف، وأنا ما أقول إن ما عندهم شعر ولا هم شعراء، لا، ولكن أخذت بيديهم كلهم، وبعضهم وجهت له نصيحة. والله كثير كثير شعراء، بعضهم ذكر الجميل وذكرني في مقابلاته، وبعضهم مرة مرتين وتالية نسيها. الشراسة أنواع، شراسة بقوة المعاني اللي تحرجك قدام الناس وما تخصم ولا تريح، وشراسة كلام يرد فيه أي شعر. أنا إذا جاني المعنى من رجال شعر كبير أدور الرد عليه، هذا طال عمرك حنا فالعطيف، وحنا أتابع ديرتنا واحدة وديرت الحمد لله ديرة وطننا واحد، ولكن بعض المرات نصنع معاني حتى يكون للمحاورة طعم. جاء عندنا حفلة ولياء المدرسين اللي عندنا عيال من خيشو العصمة فالعطيف، والعطيف من أول ديرة ديرت أتابع كلهم أكثرها هذا البرقاوية، ما ربعنا البرقاوي حنا كلنا أخوان. جاء مستور الله يرحمه، مستور داهية، وجوك العصومة، جوك القطة، جوك الديبة، وجوك حفل كبير جماهيري، ومعنا فيصل الريحي وعبد الله العم. جاب القفل الأول، قام مستور قال هذه من أقوى المحاورات، من أقوى المحاورات والمعنى. قال سلام ردية من ضيفة قلبنا ضيفة، وثنى التحية على اللي يستحقونها، يا روق مدري وش اللي جابكم فالعطيف، ديار برق وراكم تستحلونها، قلت يا مرحبا يا عريف ساس جد عريف، بالمعرفة يا زين الكلمات والحونها، الدار ديرة عتيبة من عصر الشريف، واليوم الدار ملك اللي عمرونا. قال مستور ما خدتها يا ولا الطمحي برمح وسيف، مر المحايل عتيبة ما يخلونها، صحيح ديرة عتيبة وانت غيسر عفيف، لكن شد الريح على صحابها دونها. قلت خلني اخذ الديرة وارجع للطائف، قلت هذي ما غرق اسمنا وانت خذيت المصيف، وحدودكم يا الحوية لا تعدونها، وان كان عندك دعاوي جيبها يا لطيف، بكران روح البيضاء اللي يحلونها. قال يا مغيرين المنازل فالزمان الحفيف، علومنا بيننا ما
يغتال غلونا يا سرع ما غرقت بكرا وليف وليف وانت بعينك ويكل الناس بعيونا قلت ان كان جات الدعاوي من معزب وضيف هذه ما نازلها ان اللي تخبرونا والحمل لا تحسب ان يا العصيم خفيف لكن خلى الخطا تمشي على هنا قال يا سرع ما جاتكم من صيف ولا خريف وتشوف براقها وتخيل مزونا والحمل يشتالها اللي شال ضلع القطيف يوم القبائل بصاحيها ومجنونا قلت ان دن رعدها والبرق جال رفيف نرجع لا سيلها قدام تردونا نبن عديبها راس الطويل المنيف أمانة وقعت في دين مامونا وتواصل لسالم حاورة الصوف قالت كذا شبانا وش بربعنا الثانيين ومحاورة جزلة وعلى معنى جزل فهذه من قوى المحاورات ومستور استاذ استفادوا منك هالاجيال كله بلشوني فيه العقال الشعار وبلشوني فيه العقال طال عمرك هذا قصته قصة أنا كنت في الكويت وأدرس وكان عثمان السعيد عمدته جهرة طلال السعيد الشاعر هذا ولد عثمان عثمان السعيد هناك يسمونه مختار الحي ويجي عندهم ملاعب وأنا تعرف الشاعر أجي عندهم وألعب معهم فالوقت اللي ما هو ومفرح وحميد الديابي وطلال وأنا من زملائي في الدراسة حمود البغيلي ومرزوق السلمي درست أنا وياهم في الكويت درست أنا وياهم في مدرسة طلحة في الكويت ما علي عقال يوم شاف ويروح يجيب هاك العقال المبروم يلبسني قال خليك كذا هو كان ميل عقاله ولبسته من هاك الحين وتعودت عليه ولحد الآن قبل فترة صار بيني بينه اتصال وأمزح معه فكثير من الشعر وأحرجني حبين مرة قدام الأمير سطام قال البدع عندي ولا عندك قلت لا عندك قال سلام قال سلام الله رعاك الله سموك سيدي سطام ولد عبد العزيز اللي جمع شمل العرب كله يا حكام الجزيرة ما ندور غيركم حكام عسى ربي يخليكم لحفظ الدين والملة قلت هلا يا مرحبا باسم الأمير ونرفع الأعلام وارحب باسم ابو خالد معزب من لي فالحلة عسى ربي يعز ملوكنا اللي نهجهم قدام على حكم الشريعة لا تزل ولا تبزل قال تميل عقالك يا محمد وانت فالإسلام والله أني ما أدري وش اسم البيت حنا بدينا من الوقت المهم البيت الثاني
قلت ترى لبسة عقالي يا بياض الشارب شرف وسام، عليك الهوني وتشوف الطبيب مداوي العلة، أنا بطرد حبيب من بحر جدة لي الدمام، لكود ان الامير يقول لا بالله ولا بالله. وجيت وسلم على الامير والعقال يطيح، والامير انا خفت ان الامير يلبسني العقال ويعدله، لان لا بلاش به، وانا عاود اخذ العقال واحط هذا واطلع، ما ابغى يعدله، لا والله تعرف يعدله خلاص العقال متعودت انا عليه. عبد الله الميزاني شاعر ما حد يهرج فيه، والله شاعر يخلي المعنى مبهم، المعنى مبهم مع عبد الله الميزاني، تدور له طرق تفك من هنا تاخذ من هنا تعطي من هنا، لا انت عارف درب عبد الله الميزاني. واذكر انه مره محاورة أتواجد بها، كان والله إني حتى لا لأني ما عاد جت على بالي، ولا والله يقول أصحابنا الروقة ما أدري وش يقول إين، قلت أصحابك الروقة على رؤوس الطغاة مسلطين، ويقول الجنة، يقول الجنة، يقول وإن كنت حارس جنة الفردوس سكر بابها، أقول أنا قال أنتم على جمر الغضاء مسلطحين مفلطحين، آبها قلت السلطحة والفلطحة ما هي لنا، خلك فطين وإن كان عندك خبرة فيها ترى كولابها، قال فطين راسك يا خبيث الطبع يا ابليس اللعين، قال لي ما أدري آبها، قلت لن قلت لي لعنة يا ابن غازي أعطيتك لعنتين، المهم كلها فيها نزول كلها مسامخ ما هو بكلام. والله شوف الشعر أول شيء توفر فيه مواصفات الشعر، أن يكون هو بنفسه يطور نفسه شعريا، بعض الشعار عندهم شعر واجد ولا يخلص في شيء، هو يجيب أول بيته طيارة وآخر سيارة، هذا غلط. أيضا بعض الشعار لا لعب توديه قدام ويعود عندك حشش عراقيبك، ولكن يطورون في الشعراء يطورون نفسهم في الشعراء من الجليس ومن المتابعة، يا يصير يدرس نفسه هو بنفسه، وبعضهم المعلمين الشعراء الأولين معلمين، شاعر هناك وديني لعبت معه، تمنيت أني لعبت معه، لعبت مع الشعراء المدارس كلهم الأولى، لعبت مع صياف معلم، لعبت مع مطلق قايد، لعبت مع ستور، خذوا عط شعر، لعبت مع ابو مشعاب فتل ونقض وتمريرات وخطوره، لعبت مع المعنى رحمه الله عليه، تاخذ وتعطي معه ما تلحق له مدى، لعبت مع زي ما تقول من هو الثاني اللي جاب الطاري، ف لعبت مع ابن جرشان، لعبت مع ابن جرشان وله بواجد لعب ابن جرشان، ولكن ابن جرشان شاعر. اول ما لعبت انا وابن جرشان عام 401 مدري 2 في سبوحه عنده، ويوم اني لعبت معه جاء بيني وبينك كلام، عود قال راجل الرجال هذا من هو؟ قالوا هذا شاعر الروقد ابو جديد. قال يا واد من انت؟ قلت انا محمد بن طمحي. قالوا نعم ابوك اعرفه، ابوك طمحي وطم اعرفهم، اثرك من عرب، اعذرني تراني لا يمكن اني اخطيت عليك، لان بيوته حاره شوي، ولكن ابن جرشان شاعر قوي ويا وشاعر بعض المرات ما يقدر حل القوافي الصعبه. ورشيد الزلامي يا ولد كله ظل عديتهم كلهم، لكن الشاعر اللي ثمنتني لعبت معه انا من هو؟ لعبت مع هلال ولعبت محمد بن تويم، لعبت معه ملعب بن واجد وثواب بن طنف، الشاعر اللي ثمنتني لعبت معه عبد المسعودي، هذا ثمنتني لعبت معه، هو الشاعر اللي انا ثمنتني لعبت معه، لاني لعبت مع الشعراء كلهم الكبار اللي رحلوا والموجودين. ف عبد الله المسعود اول شيء الشاعر، ثانيا يقولون لا يقدر يكتب وشعر اذا سمعته حكم، ثانيا من قبيله الشعر
هذيل قبائل، عندك قبائل ينتبدون شعرهم قبل ينتبدون الشعر الثاني، مثل هذيل وسليم وقبائل حربلي هنا وقبائل الحجاز هذه كلها. أما بالنسبة لقبائلنا أهل نجد شعرهم شعر مثل البحر، والله ما تلحق له مدى لا في المحاورة ولا في النظم. وكلهم كل الجزيرة العربية كلها الحين تعرف الشعر. أنا لاعب في واد السرحان دون الأردن من حياة بكر الحضر وعمر الخالد، ولاعب في المطلع علي على حد العراق من راشد السحيمي وبن رحمة وديب الشمري، ما خلايا ديرت ما لعبنا فيها. مطلق مدرسة خاصة، لمدرسة خاصة الجزالة والمعاني اللي فوق يطرق الشعر البعيد عن الأمور القبلية، الأمور الشعرية اللي أفكار مطلقة، أفكار علم شاعر متعلم. وثانيا البيت يجيك من وجه واحد، ثالثا قيادي يسحبك لأن أنك تأثير تتبعه. أنا برضه منزعل على هو مستور ورشيد، أقول سلام يا أهل الحلة اللي كلها عند عيد بن مرزوقة بيتي، سلام يا أهل الحلة اللي كلها عنبر وطيب عدد همال المزون اللي غزير خيالها مطلق ومستور العصيمي والزلامي، يا عجيب ما يبقى اللي يقفلون الملعب بقفالها أو العاصمة بقفالها. قال مرحبا ترحيبة السلطان وشرب يا شريب من الهجوس اللي قالت تشوق أقوالها مطلق ومستور العصيمي، دوخوا 20 ديب عن الديار اللي من أول دوخوا نزالها. قلت لي لقيت وداي السمحة في شيء من الحليب قمت تصرون وما تبغون العرب تصحالها، وانت رقيب السالفة والله على خلق رقيب والنفس ربي ما حسبها بغير أعمالها. قالك مالك مع التجار يا العجلان، ما قال الفقران بس تكنها يا مالك مع التجار من جزالته، هذه من الجزالة، مالك مع التجار يا العجلان حظ ولا نصيب، القافلة من تبر يسها ولا تبرالها، خليك مسترحان دايم من شعيب إلى شعيب من الحمولة جايرة لشعير لا تشتالها. قلت وشلون تحكم عاد وش تقول مطلق؟ قلت وشلون تحكم فوقنا حكمك هذا حكم صعيب، حنا نحول سوقكم في جنيهها وريالها قدامنا عمل مشكلة بين الدمرجي والطبيب، ترى الذيابة جاي على لازم يمشي حالها. قال شفت السواني والزراعة والمجرة فرت بتجرها وتعرها ما يدرج محالها، خليك مع الشياب انت ولد وجلس مع الشياب لا نكتشف حتى تعرف علومهم وصارها وطوالها. قلت ماني بجرار الا واحد القلب اللبيب بعض العلوم احسب المخرجها قبل ادخالها. جلستهم حصلتهم ما عندهم شيء غريب علوم مثل علومنا فوصافها واشكالها. قال ما كل من يرمي على الشعره يا بن طمحي يصيب، رمي يروح يمينها رمي يروح شمالها. ومطلقة بيتي قاعد ما جاء في الجزيره زي مطلقة بيتي، هذه عند عيد بن مرزوقة بيتي شيخ من مشايخ اثبته في الشرايع في قصر ليلتي قد 408 407. شوف جميع الشعراء ما بيني وبينه بغير العلم الطيب كلهم الا شاعر واحد بيني وبينه مني ما الله اراد ان انا وياه نكون مع بعضنا نهائيا، لا يمكن انه يعطيني حقي وانا لا يمكن اعطي حقي. أقول شيء أنا متجنبه وهو لا يمكن أن في مقابلة انذكر ابن طمحي عنده أما قال أن الشاعر، أذكر أنه مرك أحد مقابلاته قال شاعر وصفني بشاعر يعني شرس وكذا أنا قال لا يمكن أنه وهذا والله له بناقص من شعري وأنا بناقص من شعره، كل شعارنا يربطنا بهم ثماله واحترام ورجال وجمهورنا رجال لا يقولون لك حنا قبائل وشعرنا موروث شعبي تراث في كل مكان. أنا لعبت شرورة ولعبت في كل دير لعبنا لقينا احترام واستقبال. العرضة لعبت فيها والشرطان موجودة، لعبت على حدود 7 بيوت شقر، والله انا نبغى نشد خوي يا بغيت الصحيح والشقر الكلمه اللي معرفه، ولكن شعار العرضه زملاء ورجع بعد طيبين تربطنا بهم احترام تبى الصدق. شعر ثروه لمعرفه الرجال، ان كان الرجال استغل شعره في علم طيب وشعر بالطريقة الصحيحة فهو يكسب الرجال وأنا أخوك ما يخسرهم.
والله حتى لو ان هذا اللي يقولوا لي صفقوا لبعض الناس وشعره انه هابط ما يعد مع سامي الشعار اللي عدوه. قد انهم عرضوا علي انهم يكرموني وقلت لا قدام شوي. اول شيء رجالنا وجنودنا في الحد الجنوبي يا من الحد الجنوبي، وهذا شرطي تحرر ان شاء الله وحلت مشكلته، والله ينصر خادم الحرمين وولي عهده. فانا هكا الحين اما قررت الاعتزال ولا قررت التكريم.